What's quite unique about the park is we build it the same as any outdoor theme park, but we put a large roof over the top of it. كنا مغلقة وجو دبي حارة الأيام هذه وهذا جو هذا شيء بحد ذاته شيء طيب يعني في أماكن الصيف وكذا وأماكن حر أنا لما المكان هذا أشوفه مناسب جدا جدا جدا.